طيب، محاضرتنا عن الأرابيك أونتولوجي اليوم، المحاضرة اللي قبلها كانت عن الويرد نت، والمحاضرة اللي قبلها كانت عن الليكسيكال سيمانتكس. محاضرة الليكسيكال سيمانتكس زي ما حكينا هي يعني خلينا نسميها الفاونديشن، الأساسيات النظرية الضرورية جدا لفهم التعامل مع اللغة اللي بتلزم عشان نبني ويرد نت، وبتلزم عشان نبني الأرابيك أونتولوجي، يعني الجزء اللغوي من الأونتولوجي. وكلنا قبل هذه المحاضرة كمان إنه في فرق بين الأونتولوجي بتاعت الأبليكيشن اللي بتعرفوها لما تسمعوا عن الأونتولوجي، فيها بتسمعوا بأوير هذيك أبليكيشن أونتولوجيز، ما لنا علاقة لما نحكي عن أونتولوجيا لغوية. الأونتولوجيا اللغوية شيء بيختلف عن إلى حد كبير عن الأونتولوجيا الأبليكيشن. وكان حكينا إنه الفروق الجوهرية زي مثلا إنه هون في الأونتولوجيا اللغوية إحنا بنركز على جميع مع يعني بدنا نغطي الريفرنس. خلينا نقول لما بدنا نبني أبليكيشن أونتولوجيز، زي مثلا بدنا نبني أونتولوجي لنعمل للوزارات عشان نعمل الجفرمنت، بنعمل أونتولوجي المعاني فيها مش بس المصطلحات، تحديد المعنى اللي بحدده قانون الوزارات، يعني القانون تبع مثلا البلد. بس في الانتولوجيا اللغويه شو اللي بحدد وين حدود المعنى؟ في كل اللغه. هاي واحد، هاي فرق جوهري. الفرق الثاني انه في الانتولوجيا العاديه ما كانش في عندنا تعدد معاني. كان مثلا نقول كومباني خلص، في يعني نقدرش نقول شو معنات او كم معنى لكلمه كومباني. هذه لانه ما هذه المشكله مش موجوده في الابلكيشن اونتولوجيز. بس لما نيجي نحكي عن لينغويستيك اونتولوجيز بنواجه مشكله البوليسومي اللي هو تعدد معاني الكلمه. هلا على كل حال بنشوف شو يعني الانتولوجيا العربيه. هذا الفيديو بتلقوه على الموقع للي بده يتفرج وبده تعملوا داونلود للسلايدز. ضروري اقول انه الريدنج ماتيريال تبعت هذه المحاضره اللي هي ارتكل، على فكرة مكتوبة بالعربي هاي الارتيكل عن الانتولوجيا العربية، كلهم 5-6-7 صفحات، زائد في ارتيكل ثانية towards the notion of gloss، هاي ضروري ان نقرأها كمان. فالريدنج ماتيريال لهي المحاضرة هذول التو ارتيكلز. اول شيء بدي احكي عن الارابيك انتولوجي كمشروع في جامعة بيرزين. شو ديزاين برينسيبلز تاعت هذا هاي الانتولوجي اللي بنيناها، شو وايش المنهجيه اللي اتبعناها عشان نبني هاي الانتولوجي، ولحد وين وصلنا. وفي كم من شغله لازلنا بنشتغل عليهم زي مثلا الماتشنج فانكشن، التوب ليفل انتولوجي، اللي بنسميها كيف نلقى السينونيمز في اللغه العربيه، او كيف نعمل ثيزورس انستراكشن. طيب، أول شيء الأنتولوجيا العربية هي مشروع قائم في جامعة بير زيت، بلشنا فيه من 2001 في معهد ابن سينا لهندسة المعرفة واللغة العربية. النتيجة النهائية إنها هي ويرد نت وأكثر، باختصار هي أكثر من ويرد نت، بس كمان تقدر تستعملها كعربي ويرد نت. في فرق جوهري زي ما بدنا نشوف اثناء المحاضره، انه بين جوهري، انتبه، فرق جوهري مش فرق شكلي بين الانتولوجيا والويرد نت. اللوجيك الفورماليزمز، يعني هون بنحكي احنا لوجيك، هناك ما بنحكيش لوجيك، هون احنا بنحكي فلسفه، هناك ما بنحكيش فلسفه بالويرد نت. وفي قضايا كثيره، في يعني ذات علاقة في الفرق في الفروق اللي بدنا نحكي عنها أثناء المحاضرة. هذا موقع المشروع بالمناسبة تاع المشروع، وهو المشروع أخذ سيدنج فاندنج من جامعة بير زيت، بس هو في كثير في معهد ابن سينا مشاريع ذات علاقة بهذا المشروع، زي مشروع سيرة مثلا فاندد من الاتحاد الأوروبي FD7. في كذا في مشاريع كثيرة في المعهد ذات علاقة بتصب كلها في بناء الأنتولوجيا. بجوز الناس دائما بتحب قبل ما نشوف شيء هي الانتولوجيا العربيه،
بنحب نشوف ليش بنستعملها، ليه بدنا اياها. وبتحكي فلسفه ولغات، احنا وين؟ احنا اي تي. ها شو علاقه الموضوع؟ علاقه الموضوع زي ما حكينا بجوز قبل في المحاضره الماضيه للانفورميشن سيرش اند ريتريفل. كيف بنستعمل الانتولوجي؟ تو انريتش كويريز. مظبوط يا علي؟ علي مشروع تخرجه مالتي لينجوال سيرش انجن باستعمال الانتولوجي. ها فشو بنساوي؟ نعمل انريتشنج للكويري، او كمان نعمل امبروفمنت للكواليتي تاعت الريزلتس وكمان للرانكينج اذا بدنا. ها فنبطل نعمل سترينج ماتشنج سيرش انجنز. بشكل عام نعمل سيرش، يعني بنحسن سيرش اند ريتريفل باستعمال لينجويستيك. في الماشين ترانزليشن لما يكون الانتولوجي مربوطه مع العربي مثلا مع الانجليزي، الانجليزي مع الفرنسي الى اخره، هذا شيء ضروري كمان للترانزليشن. لانه الترانزليشن بتعرفوا شو ترجمه مقلوبه؟ شو ترجمه مقلوبه؟ في الشلة ابسايد داون. ها ف بتعرفوا يعني انتم جربتوا المترجم تبع جوجل وين غلطوا؟ يا ريت لو المترجمات الآلية يجي إشي يساعدها يقولها آه مش هذا المعنى. آه زي واحد بيقول لي شو ترجمة، اكتب لجوجل مقبلات شو ترجمتها؟ flavors. آه flavors. نعم يا ريت مقبلات كسرز. وهم ما جرب. هلا وين راح المعنى؟ إحنا كذا ما في إشي ثاني صح؟ فهذا الاشي كمان بيساعد ال بنسميه تير ديسامبيجويشن او ويرد سينس ديسامبيجويشن. ها بنعمل داتا انتجريشن والانتربرابيلتي لما بنوحد داتا بيسز كثيره والى اخره، كمان ممكن نستعملها عشان يعني از سيمانتيك ريفرنس. بتستعمل في النكست جينيريشن، الجيل الثالث من الانترنت القادم اللي بنسميه ويب 3.0 او سيمانتيك ويب. تستعمل فيه كمان الانتولوجي. في بصراحه عدد هائل في البايو انفورماتكس، يعني الايام هاي تقريبا فيش ابلكيشن ما فيش فيه انتولوجي. طيب على فكره بس مش دائما مش شرط كلهم يكونوا لينجويستيك، يعني في منهم ابلكيشن، بس احنا بنركز على اللينجويستيك. هاي صوره لا هيك بس تعبيريه عن شكل الانتولوجي. طلع هاي جدول. ها كم كلمه معنى لها؟ ثلاث. مصفوفة بيانات مكونة من صفوف وأعمدة أو نهر صغير، أو إذا كانت جدول رتب الأشياء على شكل جدول. مصفوفة كم معنى لها؟ معنى واحد اللي هي شو معنى مصفوفة؟ ترتيب الأشياء جنبا إلى جنب بس. أي شيء أي شيء مرتب جنبا إلى جنب بنسميه إيش؟ مصفوفة. شو ترتيب كم معنى لها؟ معنيين. شو يعني ترتيب؟ يعني بتقولي شو هالترتيب؟ بتسألي يعني بدك تشكري حدا بيساعدك تقولي له شو هالترتيب اللي عليك؟ يعني ترتيب تنظيم الأشياء جنبا إلى تنظيم الأشياء بصورة منهجية، أي شيء مرتب بصورة منهجية، منظم بصورة منهجية بنسميه ترتيب. أو بقول شو ترتيبك بالصف؟ يعني شو موضع الشيء ضمن مسك تعاقبه. ها نهر النيل لها معنى واحد، اجنده لها معنيين، الجدول الدوري لها معنى واحد، صف لها معنيين، صف اللي هو مجموعه من التلاميذ في مستوى تعليمي واحد، او صف يعني ترتيب لاشياء تكون فيه مستويه وجنبا الى جنب. وكل كلمه بمعنى اخر في لها اكثر من معنى. فتخيلنا لو جبنا كل كلمات اللغه العربيه، كل كلمات اللغه العربيه، وايش سوينا؟ قلنا هاتوا طول معنى كل كلمه منها، نصفتهم بالطريقه هاي. بعدين هذا لحد هلا ولا في شيء مش انتولوجي. طب استاذ هلا ما في تشكيل للكلمه؟ اوكي. يعني قصدها تسأل طب لو الكلمة مشكلة ولا مش مشكلة، مش ده القضية. يعني بمعنى هلا لو هاي الكلمة مشكلة تجيش هذا المعنى. ايوه بالظبط، تصير كلمة ثانية.
بصير كلمة ثانية. فآه يعني بمعنى آخر أي اختلاف بالمبنى إذا كان يؤدي لاختلاف المعنى، فهم شو بقول؟ أي اختلاف بالمبنى يعني أي اختلاف في تغيير في كلمة يؤدي إلى اختلاف بالمعنى نطلع عليه ككلمة نحو. هلا إذا ما فيش عندنا التشكيلات نطلع عليهم طبعا الانطولوجي من جوا هاي معالجتها، بس أنا بحكي بشكل عام حيث المبدأ. طيب بعدين تخيلوا هاي الكلمات، تخيل حالك هاي نهر بالمناسبة لها ثلاث معاني على فكرة. نهر معناها التيار المائي ومعناها الأخدود، يعني حتى لو نشف المي هيك اللغة العربية بدنا نقول كمان هو الأخدود اللي تتدفق فيه المياه. وكمان شو معنى نهر؟ نهر زجرة بصوتين قوي. وشو معنى زجرة؟ عنف بنية النهي أو الطرد أو التوبيخ. كلمة على فكرة الكلمات مش مهمة عندنا، تخيلوا لو نمحى الكلمات، نمحى الكلمة ها شو ظل عنا؟ تخيل يعني تخيل عنا انساك طبعا من هذول شوفهم مش طلع على البوكسات. لو عنا لو عنا جبنا كل كلمات اللغة العربية وعملنا لها تعدد معانيها بعدين مجازا طبعا امحى الكلمات، مجازا امحى الكلمات عشان تشوف الصورة اللي أنا بدي أوصلك إياها. امحى الكلمات شو بظل عنا؟ معاني إيش؟ معاني الكلمات، معاني كلمات اللغة العربية. يعني هذه المعاني اللي لما العرب بيحكوا مع بعض عملية يقصدوها، هاي سلة المعاني هم اللي بيستعملوها، هاي معاني العرب إنجاز التعبير صح؟ اتفقنا؟ خلي الكلمات ممحية. هلا بعدين بدنا نيجي أخرى شوي بورجيكم شو هاي العلاقات ليه؟ على أي حال تخيل خلينا نشوف هاي الأرقام شي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 كنا معطيها رقم. هلا بس على فكرة مش بقول 1 2 3 ومش بقول 1 2 و لا لا خلاص مش مهم عندي لأنه على فكرة في بعض الكلمات كمان شوي لو هاي كبيرة في بعض الكلمات لما نيجي نحط معناها مو هذا المعنى اللي شفناه هون هو نفس المعنى لكلمة ثانية مشترك مع كلمة ثانية صح ولا لا؟ متسويش فيها سنسيت؟ بلى ما هي هلا بتشوف هلا بتشوف شو السنسيت وين؟ هلا أية حال هذا احنا بالانطولوجي شو بنسميه؟ طلع هاي كلمة وهي معناها، معناها يعني كونسيبت صح؟ معناها يعني كونسيبت يعني هاي الكونسيبت تاعت الكلمة جدول. هلا هذا الرقم إذا هو سوري هذا الكونسيبت ايدي، الكلمة بنسميها الليكسيكال يونت لأنه مرات في عندنا أكثر من كلمة صح؟ وهاي الكونسيبت ايدي هذا رقم الأرقام بنسميها الكونسيبت ايش؟ ايدي. هلا البوليسومي والسينونيمي في ال في ال في الانطولوجيا العربية وين؟ هي طبعا زي الورنت فيها بوليسومي فيها سينونيمي. شو يعني بوليسومي؟ تعدد معاني. وين تعدد المعاني هون؟ هي موجود هون. طب وين السينونيمي؟ اوكي مش مبينة بالرسمة بالمناسبة بس السينونيمي ايش يعني هي؟ انه كلمة شو معنى سينونيمي؟ انه في عندي كلمتين واحدة إلها عدد معين من المعاني مثلا خمس معاني وكلمة ثانية مثلا إلها أربع معاني وقد انهم يتطابقوا في معنى معين او معنيين مش هاي مش هيك سينونيمي؟ هلا ترادف. هلا وبالتالي هون لو بدنا لو في سينونيمي كان كيف بتبين؟ كان بنقول حط بوكس هون ونفترض جدلا انه كلمة قائمة عندنا قائمة هون فيش قائمة عندنا قائمة ولما جيت احط معانيها شو الكيت؟ الكيت واحد من معانيها هو بالضبط هذا المعنى فخلص فيش داعي اكتب وبحط كمان مره ايش؟ ستة ستة. طيب عشان تفهموا على هلا بنشوف على هذا 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 شو هو هذا؟ الجمله هاي شو هي؟ شو هي؟ شرح المعنى اللي هي بالانجليزي بنسميها جلوس تو ديسكرايب ذا كونسبت صح؟
وهاي هاي العلاقات بين ايه هذول العلاقات بين الكلمات ولا بين المعاني؟ اطلعوا عليها. بين الكلمات ولا بين المعاني؟ بين الكلمات معاني. هذول بين المعاني. هذول بنسميهم سيمانتيك ريليشنز. سيمانتيك ريليشنز علاقات مفاهيمية. ليه؟ طيب هلا بنحكي عن هاي الاشياء. بس لو انا جيت اقول انا بعمل لي داتا بيس سكيما لهاي، لو انتم بدي اعطيكم هاي تخزنوا لي اياها في كلب داتا بيس الكلمه انه وورد اي دي في عندنا، اذا عشان يعني تو سمبليفاي في عندي تيبل اسمه وورد او ليكسيكال يونت، في عندي في وورد اي دي وفي الوورد صح، خزن التيبل خزن الوورد. بعدين بعدين في عندي تيبل اسمه كونسبت، بخزن الكونسبت اي دي والجلوس صح، الكونسبت اي دي والجلوس. بعدين تيبل شو بساوي؟ بربط بين الورد وبين الكونسبت، بين الورد وبين الكونسبت صح. يعني مثلا شو في كلب وورد اي دي كونسبت اي دي، شو كمان بدي اخزن هذول العلاقه ريليشنز. بعمل تيبل اسمه سيمانتيك ريليشنز من ثلاثة كولونز، في الكونسبت اي دي، الكونسبت اي دي والكونسبت اي دي واحد، وكونسبت اي دي اثنين، وايش؟ والريليشن صح؟ مزبوط؟ بهاي الحالة خزنت كل، على فكرة متذكرين الداتا بيس سكيما تبعت الويب نت؟ تقريبا نفس الشيء صح؟ طبعا احنا هون بنحكي بدون تفصيلات، الداتا بيس سكيما الحقيقية شوية أوسع من هيك، لأنه في بعض القضايا الأخرى مش ما ورجيتكم إشيها على الشاشة، بس تو سمبليفايد يعني بمعنى آخر الداتا موديل تبع الانطولوجي العربي تقريبا نفس الداتا موديل تبع الويرد نت صح ولا لا؟ طيب نيجي ل السيمانت، شو يعني السيمانتيك ريليشنز؟ هلا انواع الريليشنز قلنا هاي علاقات سيمانتيك ريليشنز. شو هم السيمانتيك ريليشنز؟ هم الريليشنز بتوين كونسبتس نوت ويردز. كل الناس بتغلط، بضلهم يقولوا فكروا ان العلاقه هي بين ايش؟ الويرز، بس هي العلاقه بين الكونسبت. طلع يعني مثلا انا ما يعني ما احد الاشياء اللي بجيب في الامتحان بجيب لكم كلمات بقول لك اكتب اعمل لي منهم انطولوجي، يعني بجيب لك زي هيك مصفوفه وجدول وجدول دوري وترتيب واجنده وبجيب لك اياهم، هذول بدك تكتب لي اياهم. مش الكلمه هاي الخط هذا العلاقه بين الكلمه والكلمه، لازم تيجي من وين؟ بين الكونسبت والكونسبت. فشو في مثل مثل شو سوري مثل شو عندنا سوري وبالتالي بسميها علاقه مفاهيميه، يعني على كونسبتوال ريليشن او سيمانتيك ريليشنز، علاقه دلاليه. ها مش علاقه، على فكره لو كنت الكلمه حطيت مطرح انجليزي شو المشكله؟ في مشكله؟ وبالتالي هي مش علاقه لغويه، علاقة مفاهيمية. هلا العلاقات اللغوية هي العلاقات اللي بين كلمات، زي مثلا بيز ديو وبير زيت يونيفرسيتي، هاي علاقة ايش؟ علاقة لغوية. زي مثلا العلاقة بين كتب ويكتبون، كتب شو العلاقة هون؟ كلمة هاي جذر لها ذيك صح؟ طيب شو علاقة مثلا طلاب وطالبات؟ كورس جمع مذكر وجمع مؤنث، يعني بغض النظر سالم او سالم او مكسر، المقصود طلعنا على المعنى؟ لا لا، العلاقه علاقه الكلمات تيجي دغري بين الكلمه والكلمه، بس العلاقه السيمانتيك تيجي بين المعنى والمعنى. على فكره هسه مدرسهم بطريقه مفصله. هلا النقطه اللي بدي اوصل لها، الانطولوجي معنيه بشو؟ بالسيمانتيك ريليشنز، مش باللينغويستيك او الليكسيكال ريليشنز. الانطولوجي اصلا كلمه الانطولوجي هي في احد المحاضرات شرحت لكم انها هي المعنى،
الانطولوجي يعني انت بتحكي عن المعنى، يعني انت بتمثل المعنى. انساك من اللينغويستيك ريسورسز. هل شي هي الانطولوجيا العربية؟ اذا شي الانطولوجيا العربية لما نقول Arabic ontology، it is the set of concepts of all Arabic terms. هلا على فكرة هيك محاها الكلمة اذا بدك، the set of concepts and the semantic relations between these concepts. هلا بس احنا عن اي كونسبت بنحكي؟ بنحكيش عن كونسبت ملوش كلمة باللغة العربية. فبالاخر يعني بالعربية الانطولوجيا العربية مجموعة معاني كلمات اللغة العربية، مجموعة معاني الكلمات، معاني تاعت الكلمة والعلاقات بين هذه المعاني وليس بين الكلمات. هاي الانطولوجيا، يعني عندك مجموعة معاني كلمات اللغة العربية. على فكرة قد يكون في معاني او مش موجودين لها كلمات باللغة العربية، في معاني مش موجود لها كلمات باللغة العربية، مفاهيم يعني مش موجود لها كلمات باللغة العربية. هاي المعاني نحطهاش بالأنطولوجيا العربية، فالأنطولوجيا العربية معنية فقط في معاني كلمات اللغة العربية وعلاقات مفاهيمية أو علاقات بين هذه المعاني. طب شو تستفيد منها بدون كلمات؟ لا هو أنت تستفيدش بدون كلمات، أنا بقول لك مجازاً محل كلمات بس عشان أقرب لك الصورة. بس برضو مش المقصود الكلمات هون يلعبوا دور مهم. هلا اذا عشان ابني انطولوجي للغه العربيه شو بساوي؟ مجازا او يعني الطريق خلينا نقول اللي بدنا نسويه انه بدنا نجيب كلمات اللغه العربيه، نحدد معانيهم البوليسمي تبعتهم، وبعدين وريليشنز بين هاي المعاني. هلا ديروا بالكم، هلا هل في علاقات غير العلاقات مفاهيمية غير الإزاء؟ طبعا في، ناخذ في البارت اوف، في كثير. يعني زي ما بقول شو العلاقه المفاهيمية بين استاذ جامعه وجامعه او مدرس وجامعه؟ انه ها بيشتغل في مؤسسة هاي. شو علاقتك انت في جامعة كبير زيت؟ انك بتدرس فيه، علاقة مفاهيمية. يدرس فيه، تعرفوا اللي بيعرف يوم ال، كل هاي العلاقات مفاهيمية اصلا. هل ضروري نحطها كلها بالانطولوجيا العربية؟ بصراحة لا. التركيز كله انت بوين بروح؟ على علاقات السبتايب الإزهة أو اللي بنسميها بالعربي جنسمان. طيب نيجي لشو يعني علاقة الإزهة، نيجي ندرسها. كنا قبل شوي الجدول سبتايب أوف مصفوفة، الجدول سبتايب أوف مصفوفة. شو هاي العلاقة؟ هاي شو اسمها بالورد نت العلاقة؟ هوبونومي مش إزا، هوبونومي. هلا هاي العلاقة جنس من، على فكرة أنا سميتها جنس من مش نوع من عمدا، لأنه علاقة نوع من ضلالة. يعني كلكم كيف ضلالة؟ مصطفى نوع من إنسان، تقول فيك الغالبية يقول مصبور طبعا. مصطفى جنس من إنسان أقل غموض، مظبوط؟ فعندما سميتها جنس من، لأنه كلمة نوع من بالآخر بتصير الإنستانس إز أ، يعني مصطفى إز أ بيرسون. طبعاً مظبوط؟ مصطفى إز أ بيرسون، مصطفى إز أ تايب أوف بيرسون، برضو بتقبلها. بس مصطفى جنس من بيرسون، هون انت بتشوف، فهي للغموض، هاي اقل غموضا العلاقة. بالضبط. غلط اصلا، غلط اقول مصطفى جنس من انسان، غلط. بس كنت بتكشفه، يعني صعب عليك تكشفه اذا قلت لك مصطفى از ا بيرسون، صعب عليك تقول مصطفى از ا سب تايب اوف بيرسون، صح؟
او اذا تايب اوف بيرسون صعب عليك صح. مرات الناس بتتضلل بهاي الشغله، بس اذا كنت جنس من، يعني انا قصدي الترجمه العربيه من سب تايب اوف، يفضل تكون جنس من مش نوع من. طيب على اي حال، هلا في الانطولوجيا هاي العلاقه علاقه رياضيات، هاي علاقه ماثيماتيكال ريليشن. بالوورد نت شو كان تعريف العلاقه هاي؟ اذا قبل النيتيف سبيكرز انه جمله مثل انه جدول از ا تايب اذا كان اوف مصفوفه او از ا مصفوفه معناته في از ا، هاي كان تعريفها. اذا نهر النيل از ا نهر برضو كانت مقبوله بالوورد نت. هلا احنا هون بالانطولوجي فيش عنا اسمه اذا النيتيف سبيكرز قبله، احنا بنشتغل هون ايش لوجيك. فعلاقه العلاقه الجنس من او السب تايب في الانطولوجي عاده هي ماثيماتيكال ريليشن اللي بنسميها سب ست، مش تعرف المجموعه والمجموعه الجزئيه. ها هاي العلاقه هي اللي بنستعملها بالانطولوجي. such that هاي العلاقة شو معناها سب تايب؟ هي شو معناها سب ست يعني؟ such that انه every instance of A، اذا A سب تايب سب ست of B، every instance of A must also be an instance of B. خلينا ناخذ مثال. هذا ايش هو؟ العالم. بدنا نجيب نحط بكلبه ايش؟ الناس والسيارات والحمير والبكر والجامعات والكمبيوترات والطاولات والتلفزيونات، او مش بس هيك، والحب والكره واحمر واخضر، يعني هذول برضو اشياء موجوده بالواقع مزبوط، يعني مش بس الاشياء الماديه نحطها، حط كل شيء بالماضي والحاضر والمستقبل نتخيل. هاي مجموعه، هاي ايش هي؟ ست. وكل نقطة هون هم هي ايش؟ عضو بهذه المجموعة، صحيح؟ عارفين شو معنات اقول ترتيب؟ يعني تيجي اماني تقول انا هذول الاشياء بدي احط عليهم دائرة واسميهم، يعني شيء هاي الاشياء، شيء مقاتل بكلب، هذا بظهر لكم كل هاي كل العالم، بس هذا جزء من العالم هو هو اشياء او يعني حالات هي فيها تنظيم لاشياء جنبا بصوره منهجيه. يعني شافت الكمبيوترات هون مرتبات بطريقه معينه بتقول هذا ترتيب، هذا ترتيب يعني هذا انستنس. شافت البرادي هون مرتبات 20 بردايه بحط بعض بطريقه منهجيه بتكون هذا كمان ترتيب. وهذا شافت الاواعي في الغرفه مرتبات بتقول كمان ايش؟ هاي كمان حاله ترتيب، صح؟ شافت بيانات مكتوبات على ورقه مرتبات بطريقه معينه بتقول هاي ترتيب. فحطت كل دائره حول الانستنسز تبعات اللي هي بتسميهم او اللي الناس بسموهم ايش؟ ترتيب. بس انا بحصرهم، لا هو انت مش بدك تحصرهم تحطهم على ورقه وفعلا تشوفهم هيك، هو هيك لازم تنظر للامور، يعني هي هو امر افتراضي. فهاي الاشياء اذا الكلاس ترتيب، على فكره سميتها 14 مش 15، هاي الاشياء هاي الوضعيات، سوري النقاط، هاي وضعيات، هاي instances لا الكلاس او الكونسبت او المفهوم، اتفقنا؟ وهذا طيب قبل شوي شو كنا؟ كمبيوترات مرتبه بحط بعض، البرادي مرتبه بحط بعض بصوره منهجيه، الاواعي مرتبه، الملابس مرتبه بحط بعض بصوره منهجيه، البيانات مرتبه بحط بعض بصوره منهجيه، وهلم جرى صح؟ الكراسي مرتبات بحط بعض بصوره منهجيه. طيب. ايه قالت او اجى حمزه قال هذول على فكره انا شايف انه في منهم كسر مش بس مرتب بصوره منهجيه وكمان هذول الجزء من هذول منهم هو مرتبات بحط بعض.
فنقدر نقول مصفوفة كمبيوترات ومصفوفة ملابس إذا جنبا إلى جنب مش فوق بعض، إذا جنبا إلى جنب. البرادي بجوز لا ما تزبط، البرادي بتزبط إنهم يكونوا مرتبات بحط بعض، يعني نقدرش نقول مصفوفة برادي. البيانات مرتبة بحط بعض، نقول مصفوفة بيانات، نقول مصفوفة شباب لأنهم جنبا إلى جنب، صح؟ هذول الجنبا إلى جنب لاحظ في ترتيبات معينة ما كانتش مرتبة بصورة منهجية بس مش جنبا إلى جنب، فما حطيناش حواليها الصور، ها؟ فمفهوم عشرة مثلا. إذا يا نورة إيش في عنا؟ صار إنه هاي العلاقة، صار في علاقة بين الأبيض وإيش؟ والأزرق. هاي مع هاي، عشرة مع أربعة، شو؟ علاقة سبسف، مجموعة جزئية. إيش يعني؟ يعني كل عنصر، كل إنستانس فيه عشرة هو كمان إنستانس في 14. هاي مش طالعة لبرا، لو هاي تطلع لبرا نتفي كان بطل هاي العلاقة موجودة. طيب لو هاي العلاقة أو هاي السور هاد على كد السور هاد 100% شو نسميها؟ لو هاي العلاقة لو عشرة أعضاء إيكوال نفس شو يعني بالعرب نسميها سنونيم سعيد؟ يعني مش سنونيم بين الكونسيتس، لو كلمة إلها هيك وكلمة ثانية إلها هيك وفي تطابق بين السيتس كان سميناها يعني العلاقة بين الكلمات نفسها علاقة بين لا لا سنونيم كان لا لا لو في كلمة مفهومها هاي وكلمة ثانية مفهومها كمان هاي نسميهم سنونيم، يعني هم بالطابق الاثنين. طيب كمان اجى علي وحكى او انا شو شايف هون؟ على فكره انا شايف اشياء مصفط مرتبه بصوره منهجيه هاي وجنبا الى جنب وكمان بس على شكل صفوف واعمده وبيانات، يعني هاي الاشياء اللي شايفها انا مش اواعي مش كراسي، بيانات هي جنب مرتب بصورة منهجية جنبا إلى جنب وعلى شكل صفوف وأعمدة. فكان هذول هاي المجموعة عناصرها سبسيت منها وبالتالي بقدر أحط هاي العلاقة. طيب كمان راح حدا كمان شاف إيش؟ قال هذول الكونسيبتس وهذول الكونسيبتس هذول اللي هم هذول لاحظوا ترتيبات مرتبة بصورة منهجية وجنبا إلى جنب وهم بيانات وعلى شكل صفوف وأعمدة، بس إيش هذول الداتا الموجودة؟ عناصر كيميائية مرتبة مرتبة صفوف وأعمدة مرتبة حسب أوزانها الذرية، صح؟ فا صارت ها كونسبت جديد. بس إذا ما كانتش عناصر كيماوية وكانت أيام السنة بقول إيش؟ كالندر جدول أو أجندة. طب ينفع 6 تضم من 14 مش من 10؟ 6 من 14 من 14 هل جاي يقول إيش؟ كل عنصر طبعا كل عنصر في أربعة كل إنستانس في أربعة هو موجود بستة وبعشرة وبأربعة عشر طبعا قصده كيف موجود إنه العنصر أربعة موجودين اثنين في أربعة عشر كان ستة اثنين في ستة لا عم يصير كونسبت جديد لا بطل هون صار لو هاي لو هذا الكونسبت خارج الدائرة البيضاء بقدرش أحط هاي العلاقة ساعتها بصير أخو لها شفت بالضبط شو أنا جنس مان لوجيك هذا لوجيك فهون بنعرف اول شيء انه في انهيرتنس ايش يعني ما هو بالضروره كل واحد هون كمان موجود هون وكمان موجود هون يعني كل عنصر هون
كمان بيحمل صفات مش بس ستة، وكمان بيحمل صفات عشرة، وكمان بيحمل صفات 14 صح؟ مش علاقة مباشرة من 6 و14 لازم 6 و14؟ لا هي مسميها علاقة متعدية يعني يعني اجي اقول لك انت رجل، هاي هاي رجل وهاي انسان وهاي كائن حي، واجي اقول لك انت طبعا اقول لك انت انستنس من رجل، واجي اقول لك طب هلا اذا انت انسان كمان انت كائن حي. هلا طبعا في علاقة لا بتقدر ترسمها هو مباشرة بس فيش لها داعي ليه؟ تقدر تحط بدك تشتقها هاي يعني اه اكيد هون في علاقه بين هاي وبين هاي وبين هاي اكيد بس هاي العلاقه بنسميها اه تشتق وخلص بالتالي بنحطها اذا حطيناها بنسميه تكرار. هذا على فكره السب كلاس للي بيعرف يومين هذا هو السب كلاس دائما هاي هون الهيرتس هذا هو الانهريتنس. ومنين اجى الانهريتنس؟ من هون واضح؟ هلا كنا بالانجليزي بالويب نت بزبطش هذا الكلام. هم ما كانوش دقيقين لدرجه زي الانطولوجي. ما كانوا دقيقين. هم اشتغلوا على اذا الناس كملت تقول انه هاي كذا، هذا الكلام مش دقيق. على فكره لسه الويب نت اداق من المكانز. في كثير مكانز عربيه او انجليزيه اللي كانت لغويه يعني. بس العلاقة ما اسمهاش لا سب تايب ولا إزاء ولا هبونومي، اسمها العلاقة الأعم الأخص. هاي العلاقة يعني في علاقة أعم مصفوفة أعم من جدول والترتيب أعم من مصفوفة، وهذا كله ربش. لسه هبونومي أدق يعني بالآخر بيطلع عندك الجمل الصحراء أنو الأعم أنو الأخص؟ الصحراء أعم من الجمل. طب شو علاقة الجمل؟ مش تحدد هبل يعني الناس اللي بيشتغلوا يعني بدنا ننقدهم بشكل لاذع كمان. الناس اللي بيعملوا علاقة عام وعلاقة خاص مش فاهمين شو مالهم، مش فاهمين شو بيشتغلوا. ها في كثير فلوس اندفعت على المكانز اللغوية اللي هي فيها علاقة عام وعلاقة خاص. بالآخر بيطلع الجمل الجمل والصحراء في بينهم علاقة، علاقة أعم وأخص. هذا مش دقيق الكلام. ها؟ طيب. هلا نيجي من الأنتولوجي العربية على فكرة الأرابيك أنتولوجي مش بس متبعة هذا هاي الأسلوب. كمان في أشياء أخرى. ممنوع. هلا بالماثماتكس علاقة السبست أوف مسموح إنه A تكبر وتصير كد B. صح؟ يعني إذا كانت A equal B معناته B subset of A و A subset of B. هلا هذا الكلام مسموح بالماثماتكس صح؟ بس كمان في إشي بالماثماتكس اسمه بروبر تايبس أو بروبر سيتس، وهذا اللي احنا اتبعناه بالأنتولوجي. ممنوع A تكبر وتصير كد B. ممنوع بالآخر الانستنسز تبعت إنسان تكبر وتصير كد الانستنسز تاعت الكائن الحي. لازم بالضروره عشان احمل العلاقه الجنس من انه في عنصر واحد على الاقل بالدنيا ينتمي للاكبر لا ينتمي للاصغر ولا ينتمي للاصغر، والا خلاص بصيروا سننن او بصيروا نفس الست بصير نفس الكونسيبت. طب يعني هون من بدعه من الناس اللي بتحكي انه ما في مرادفات باللغه العربيه لا 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 اسمعي يا راكت المترادفات على كل حال اسالوني عنها بعدين بس مش عنها بنحكي. فمش بس احنا متبعين انه الجنسين علاقه الجنسين او السب تايب انها سبست ريليشن، وكمان نقول اتس بروبر سبست. في شيء بدرسكم اشياء في الماده هاي بنسميه الريجيديتي، احنا متبعينه هون بشكل ريجيد يعني فيري ستريكت. الريجيديتي ايش الريجيديتي يا هبه؟ لا هي ريجيد بكون العلاقة الريجيديتي باختصار. هلا الانستنسز تبع انسان في انستنس من انسان بيقدر يبطل يبكى انسان في
تقدر تبطل تصير إنسان؟ تقدر تفقد صفة إنسان؟ لا. معناته صفة إنسان نسميها ريجيد أو ملازمي لكل إنستانس لإنسان. طيب هل في طالب في خذ كلمة طالب كونسيبت طالب والإنستانس تبعونه اللي هم ويش؟ طلاب نسميهم طلاب اللي هم ناس صح؟ طيب في إنستانس من طالب بيقدر يبطل يصير طالب؟ معناته معناته صفة طالب مش رجل لا أعضاءها مش الإنسان لا أعضاءها وبالتالي ممنوع يكون إذا كان هاي رجل وهاي مش رجل ممنوع يكون بينهم علاقة يعني باختصار اللي بيقول لك student is a person غلط لا صح غلط موظف is a person غلط ليه؟ لأنه person رجل والستيودان مش رجل وموظف مش رجل بالتالي ما معكم بينهم علاقة anyway, هذا مش موضوعنا كثير بس حبيت أعطيكم يعني فليفر إنه هذا مش مسموح بالأونتولوجي عليك بالوورد نت هاي في مثال for example it's wrong to say that a working table is a subtype of table في عنا working table طاولة عمل هل هي table subtype of table غلط لأنه أنت اليوم بتسميها working table بكرة بتسميها studying table بعد بكرة بتسميها sleeping table بعد بكرة مزبوط يعني كلمة أو سوري مفهوم يعني مفهوم working table أعط الانستانس تبعون working table بيقدروا يتخلوا عن بيقدروا يتخلوا عن هاي الصفة انهم بطلوا working table يصيروا sleeping table مزبوط ولا لا بالتالي ممنوع تكون subtype of table طيب هلا اذا بتتبع كل هذا الكلام كله عارف ايش تطلع نحكي احنا عم مركزين على الجنس علاقه جنس من علاقه سب تايب اوف بتطلع بالاخر بايش بتري وليس شبكه شو يعني تري وليس شبكه بتصبح الانتولوجيا كلمه الانتولوجيا تصبح الانتولوجيا مالها شجره وليست شبكه معانا فيش اصلا مرتبين انهيريتنس تري اتجاه واحد اتجاه واحد هذا اللي بيطلع معانا اذا بنتبع اذا بنتبع ستريكت رولز اللي عاده بنبني فيها العربي كله طيب الاسرائيل شيء مور ستريكت هلا بدنا ندخل عليه اللي هو الجلوسز التعريفات كيف بنكتب التعريف الجلوس هذا مش او خلينا نقول هيك الجلوس از an auxiliary informal but controlled account of the intended meaning of a linguistic term شو يعني باختصار الجلوس مش comment او انت هيك بتخربش اللي بتكتب اللي بدك اياه الجلوس مش هذا المقصود فيه لما نقول تعريف تعريف او الحد تعريف في له قواعد very strict لكتابته فهو ممنوع يعني هو مش انسان هي مش زي الويكيبيديا تكتب فيها اللي بدك اياه تعريف المصطلحات خلينا ندخل عليهم شو في لهم قواعد معينه اول قواعد شو بتقول هاي علي لما بتيجي تعرف شو لازم يبدا التعريف بيبدأ التعريف في السوبر تايب يعني التعريف بالجنس الأعلى للمفهوم المراد تعريفه يعني شو بدك تعرف سيرش انجن بتقول a computer program that شو بدك تعرف invoice a business document that شو بدك تعرف university an institution of على فكرة طلعوا هون شو أول كلمة هون بهذا التعريف جدول ايه طلع هون شو أول كلمة بهذا التعريف مصفوفة شو أول كلمة بهذا التعريف
تنظيم. على فكرة أنا بقول شو السوبر تايب تبع ترتيب؟ تنظيم. شو أول كلمة هون؟ سجل. شو أول كلمة هون؟ سوري هان هاي لونه سوري أول كلمة هون نهر لأنه السوبر تايب تبعها نهر مزبوط؟ هيك لازم نبدأ التعريف. يعني هلا بدي أعرف بدي أعطيكم مثال. أنا بدي أعرف شو الإنسان. شو بقول؟ كائن حي. بدي أعرف رجل. شو بقول؟ إنسان. على فكرة لما بعرف رجل وببدأ التعريف إنسان هو على الإنسان شكله عدة أنواع. نوع منهم بنقول نسميه نوع منهم نسميه الرجل ما بنقول هو إنسان بس كمان نبدأ بنقول شو اللي بنكتبه بعد ما نكتب إنسان الصفات الجوهرية المميزة المفهوم المراد تعريف. يعني بعدها بنكتب distinguishing أو intrinsic properties distinguishing characteristics. فبنقول هلا لما نيجي نعرف إنسان بنقول هو كائن حي. بس انو شو صفات كائن شو صفات الكائن الحي اللي خلته يصير إنسان؟ يعقل وينطق. بنعرف مرأة فشو بنقول؟ هي إنسان قادر على الولادة أو على الإنجاب صح؟ بالتالي ملاحظين؟ فمن أنا علش ركزت كلمة يعقل وينطق وقادر على الولادة أو الإنجاب هاي صفات مميزة عن أخوته عن السبطاب عن أخوته. مش عندي الشجرة؟ مش عندي هاي؟ قلنا كائن حي فبقول في منهم إنسان من بعض الكائنات الحية في مجموعة أنا بدي أسميها إنسان فهي كائنات حية قادر إنها تأكل وتنطق. لما قلت كلمة تأكل وتنطق هاي صفات جوهرية أو صفات مميزة ميزت إيش يا أماني؟ الإنسان عن كائنات الحية الأخرى. لاحظين؟ فهلا مش بس بعدين بكتب الصفات الجوهرية بس بكتبها بطريقة مش بطريقة إنشائية بكتبها بطريقة على شكل propositions على شكل قضايا. فبقول يعني هاتوا طلعوا شوفوا الفرق بين التعريف. أنا بدي أعرف شو معنى search engine. شو تعريف search engine يعني؟ كمبيوتر بروجرام. أوكي كمبيوتر بروجرام طلع A computer program for searching the internet أو التعريف. It can be defined as one of the most useful aspects of the World Wide Web. Some of the major ones are Google. هذا تعريف؟ طريقة كتابة إنشائية هذا إنشاء. لما بنكتب التعريفات في الأنتولوجي بنكتب نقول A computer program that enables users to search and retrieve documents or data from a database or from a computer network. كبروبوزيشنز بنكتبهم. طلعوا احسن شيء اذا بدكم طلعوا على ها من كل شو تعريف جذر بنقول هي مصفوفه حتى لو قلت مصفوفه. طيب وتكون فيها البيانات مش انشا تحكي ليش قصه ما قل ودل وكمان بطريقه نسميها على شكل قضايا قضايا يعني بروبوزيشنز بصفوفة بيانات مكونة من صفوف عامة بس نقطة ولا حرف زيادة. شو تعريف مصفوفة؟ ترتيب لأشياء جنب إلى جنب نقطة. تحكي ليش كثير؟ ها؟ مش أمثلة. هل الأمثلة مسموحة؟ تقريبا لا بس في بعض الحالات بنقول نسمح بالأمثلة. واحد بده يعرف شو البوك وعرفه وبالآخر انت كان قصدي اللي بده يعرف برضه يقول لك انه الاي بوك هو بوك فمش غلط يجيب لك مثال عم نقول الحالات اللي شاعت انها صح ولكن هي غلط او الحالات اللي شاع انها غلط بس هي صح ففيك بعض الحالات
نادر تستعمل أمثلة. نعم صحيح. طيب الشرط الخامس طبعا لازم تكون consistent مع الفورمال ديفينيشن تبعك. كيف يعني؟ يعني انت قاعد تعرف هون انه هات الخط انه هون ايش؟ تخيل تكتب لي هون انت انها مصفوفه تكون البيانات فيها او مصفوفه تحوي على 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 بيانات مكتوبه باللغه الانجليزيه. لا عملت كونتراديكشن مع هذا. طب اذا الجدول الدوري مهم نكتب بالعربي صح؟ يعني اللي بدك تكتبه داخل هون هون مش لازم يتعارض مع هذول ولا الاشياء اللي حواليك يعني مع الاخر. لازم تكون كيرفول انه لما نيجي نبني اونتولوجي واحنا نكتب التعريف لازم نطلع حوالينا انه ما فيش مش عارفين احنا كونتراديكشن. وعلى فكره وين الغلط بصير؟ تيجي بتعرف شيء بعدين بتعرف هون بعدين بتضلك تعمل تغيير هون وبتنسى تغير هون او العكس. فانتبه لما تيجي تعرف الاشياء الاخير لازم تكون ما قل او اقل و easy to understand. يعني لما اجيب في الامتحان بصيب اقول لك it is not sufficient او it was not clear او it's not easy to understand. فلازم تكون ايش؟ sufficient و clear و easy to understand. انا الاشي الجميل جدا هون بدي اياكم تفتحوا مخكم معي بالجلوسيس طلعوا كيف بيطلع عندي. شو تعريف جدول؟ انا هون شو بعرف الجدول؟ مصفوفة بيانات مكونة من صفوف عامله صح؟ كم لي بالله كلمة مصفوفة وحط لي مطرحها تعريف. طلع هاي مش عرفنا الجدول انه مصفوفة بيانات مكونة من صفوف عمدي. اذا اتبعت اللي يعني معناها اذا اتبعت القواعد اللي قلت لك اياها كم كلمة مصفوفة وجيب تعريفها وحطه هون بصير ترتيب الاشياء جنبا الى جنب بيانات مكونة من صفوف عمدي. ضبط الصياغه بصير الاشياء في المصفوفه في الجدول هي بيانات فهي بصير ترتيب لبيانات جنبا الى جنب على شكل صفوف واحده. طلع تعريفها صح ترتيب بيانات جنبا الى جنب على شكل صفوف واحده. هذا برضه بزبط يكون ايش؟ مصفوف نو بزبط يكون جدول. خربشتوني. هذا بزبط يكون تعريف للجدول. يعني يا بعرف الجدول يعني معنى اخر هذا التعريف المختصر تاع الجدول. إذا فكيته كلمة مصفوفة كمتها وحطيت بطرحة تعريفها بيطلع عندي هذا التعريف صح؟ شيل ترتيب وحط بطرحة تنظيم فبتصير تنظيم بيانات بصورة منهجية جنبا إلى جنب على شكل صفوف عامدة. كيف كلمة تنظيم وحط بطرحة اللي بعدها أو هلا أنت بتبني في الأنتولوجي تبعتك أو بتعريفاتك بمعنى آخر انت زي اللي عنده التعريف الطويل وقعد يختصر. يعني هون لما تقول مصفوفة بيانات مكونة من صفوف عمدي اللي بيسألك شو المصفوفة بقول له روح شوف تعريف كودينج يعني ما قل ودل. وهاي الطريقة بتمكننا دائما يعني انا دائما اللي بيبنوا انتولوجي زي هيك بنصحهم شو يساووا يفكوا التعريف وحطوا اللي تكلبوا عشان يشوفوا ايش انه تعريفهم صح ولا لا. يعني انت وانت تكره بهاي قد انك تكتشف ان الكلام اللي بيقوله غلط او رد ارجع زبطهم رد ارجع زبطهم. وضحت ليه؟ طيب نيجي لاشي يمكن هذا اخر شغله بدي اقولها مش اخر شغله بالمحاضره بس اخر شغله في ال في الانترودكشن عن الانتولوجي. طلعوا علي هون على فكره من الناس اللي بيبنوا في هذا الكلام اللي بدنا نسويه ايوه هبه موجوده تخصصها بيولوجي بالمناسبه مش اي تي ولا فلسفه بس على اي حال ما حدش سالني طب استاذ طلعنا بالشجره وين رايحين؟ طلعنا بالشجره يعني عندنا هاي الشجره صح؟ طيب خلينا ماشيين 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 وين رايحين؟ شو همي
إيش الأساسي بالملعب؟ شو هو الأعلى إشي بالشجرة؟ أها شو الروت؟ الروت إحنا سميناها كينوني بس يمكن غيرناها لشيء هلا صارت شيء هاي كلمة شيء. طيب طب شو اللي تحتها؟ ها؟ تنقسم الأشياء بالدنيا إلى موجودات وأحداث ومجردات ومنوطات وتعبيرات. وتنقسم الموجودات في الدنيا إلى موجودات مادية وموجودات اعتبارية، والأحداث إلى أفعال ووقائع وعملية، والمجردات إلى أوصاف ومقولات ونواحي وفترة، يعني فترة زمنية، كينونة رياضية، كمية، صفة، والمنوط خاصية، حالة، دور، قابلية، قدرة. أو انزل شو الموجودات المادية؟ كائن حي، كائن حيوي، كيان حيوي، مادي، جرم سوامي، منطقة. كمان في ارتفاكت بس أنا كنت ها تتذكروا لما درستوا بالمدرسة بالعلوم تنقسم الكائنات الحية إلى ايش؟ فقريات. فقريات ولا فقريات ومش عارف هذول فقريات لا فقريات، فقريات والفقريات تنقسم لا ثدييات، طيور. اها دقيق الكلام ببيولوجي. طيب هم اعطونا هون بدكم تشتغلوا هذا المهم. احنا عارفين شو قاعدين نسوي يا شباب؟ احنا مش بس الكائنات الحية نسوي فيها كل شيء، كل الكلمات، كل شيء بالدنيا. كلنا تنقسم الاشياء بالدنيا الى بعدين صرنا ننزل 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 ننزل. هذا اللي طلع معانا مش بشبه الموديل من ناحيه سكيما. طبعا اشتبكنا انه داتا موديل، على فكره اشتبكنا من البدايه انه الداتا موديل تبع الويرد نت وتبع الانطولوجي بيشتغلوا مع بعض اصلا نفسه 25 كلاس. لا هذول سوري مش قصدك، كان سؤاله شو شو الفرق بين الشجره اللي بنسميها الحدود العليا اللي هي امهات معاني، مش امهات الكلمات، امهات معاني، امهات المعاني لجميع الكلمات العربيه. بيسال حمزه بيقول تشبه ال 25 بيجنر تبعون الويردنر. هلا از انالوجي بس هم نفسهم لا بصراحه هذا لك خربيش اللي عملوهم لغويين، مش بصراحه هاي تقدروش يعني اللي بده يبنيها بده يشتغل فلسفه بعمق عالي جدا. يعني الكندي والغزالي وابن سينا وابن باجا وجابر بن حيان كل هذول بكون عمليا مش بكون شو اسمهم التعريفات الحدود، الحدود عند الكندي، الحدود عند الراز شو اسمه ابن سينا، هاي الحدود على اي حال. احنا اللي بدي اقوله هلا هذا من ناحيه اذا بتقارن بالوورد نت هاي بنسميها الابر ليفل اونتولوجيز. طيب واحنا لما بنيناها طبعا انبنت مانيولي. هلا مجازا انا بقول يعني اهم شيء اول 7 8 10 ليفلز. ليش ايش؟ الاسهم لفوق. الاسهم لفوق؟ هي هو اصطلاحا عاده الازقه مش هيك بنكتبها؟ زي في الاي ار وباليو ام ال وبال بس يعني هي مش مشكله بس معناتها هذا السهم انه هاي الصبط وهاي الصب. كيف؟ هاي هيك معناتها. هلا انا بس مورجيكم ثلاث ليفلز ها بس هي شجره كبيره ضخمه جدا ها. طيب في شيء طبعا احنا لما اخترناها في فلسوفيكال وهيستوريكال اسبيكتس يعني قعدنا في نقاش شهرين ثلاث على نستعمل كينوني ولا شيء وبعدين قررنا كينوني. طيب شو هي الكينوني؟ شيء كل شيء كن فيكون كن فيكون معناته كل شيء في الدنيا هو كينوني. هلا بعدين ردينا بطلنا مؤخرا بعد سنتين ردينا بطلنا عن كينوني بدنا نستعمل شيء
يعني في extremely deep investigations لاختيار الكلمات، يعني قصدي من ناحية لغوية، من ناحية تاريخية للاختيار، من ناحية فلسفية. بيشتغل معنا الأستاذ جمال ظاهر، تعرف الأستاذ جمال ظاهر؟ بيشتغل معنا الدكتورة هنادة خرمة، بيشتغل معنا عدد كبير من الناس في الجامعة ومن خارج الجامعة حتى نطلع بإشي للغة العربية. على اي تحال؟ لا 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 لا، هو كان بس هذا اسم الكونسبت على فكرة، وهم سنونيم، بس يعني أنا أكثر بداهة الناس تفهم. هلا المقابل لهذا الكلام في إشي اسمه بوفو ودوتشي، هذول مش زي الويرد نت كاملات، مش للغة الإنجليزية. حدا بس عمل بوفو بيسك فورمال اونتولوجي، اللي هي حدا من امريكا عمل هاي الشجره صغيره، يعني هاي طب اللي هي لكل شيء. وفي شيء اسمه دوتشي عمله الطليان، مش لايطالي لاي شيء في الدنيا. احنا على كل حال احنا ما بنقارنش حالنا في بوفو وفي دوتشي، احنا بس بنقول انه الطب ليفلز تبعت الاونتولوجي العربيه تكون على خلينا نقول مجازا انهم 10 ليفلز. هلا كل الاونتولوجي بتيجي تحت، يعني تقريبا يعني كنا 500 كونسبت، هذول اللي بيجوا فوق. السؤال ليش بدنا اياها؟ عشان شو يعني وليش نتعب كل هالتعب؟ ليش نتعب كل هالتعب ونرهق حالنا بالفلسفه 3-4-5 سنين عشان نبني شجره صغيره من 4-500 كونسبت؟ بلش من التعريف. عارفين ليش؟ لأنه بدونها بتقدرش تبني الشجرة. عارفين ليش؟ لأنه إذا بنيت هاي صح اللي تحتها بيجي صح، وإذا بنيتها غلط. هلا إذا بلشت من تحت زي ما سوى الويرد نت بيطلع عنده إشي ربش. هلا المشكلة وين؟ بعد شوي بقول لكم شو يعني الربش. هلا إذا why do we use it to detect any problem in the داون؟ ما فيها كونفليكت استاذ؟ هاي قصدك الشجره الصغيره الكبيره الورده فيها اكثر من طبعا. في شو اسباب الكونفليكت؟ لانه اللي فوق مش مدروس مليح. احنا شو جينا سوينا؟ احنا درسنا بعمق قبل ما نشتغل تحت، درسنا اللي فوق، ثبتنا اللي فوق وعملنا عليه تجارب ضخمه جدا، تيستينج، بعدين انزل. طيب. يعني في نهاية كل كلمة لازم تنتهي بتعريف فإيش كينونة أو شيء. نعم صحيح. يعني فيش مفهوم باللغة العربية إلا لازم يجي تحته. يعني في الدروس تبع. أنا أعطينا كلمة. أعطيني كلمة باللغة العربية عشان أقول لك وين بتيجي. بس اللي فوق. الكينونة هاي أو آخر واحدة فوق. بالضبط. هلا اللي تحت هذول واللي تحت هذول، هلا اللي بقوله خيرهم 10 ليفل. أنا بقول لك بدي أعيد كالتالي دعائي. هاي كلام انه اعطيني اي كلمه باللغه العربيه لازم تيجي تحت احمر، لازم تيجي تحت ايش؟ تحت الليفل العاشر. احمر تعبير، احمر مش تعبير، احمر هي صفه. صفه وصف. طب الروح صفه مش وصف؟ الروح وين بتيجي؟ الروح وين بتيجي يا هنا؟ الروح اول شيء هي مجرد، صح؟ ها انا بعتقد انها روح تيجي وصف. ولا شو تعريف الروح طيب؟ لا 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 لا، شو تعريف الروح؟ شو كلام جميل جدا، شو تعريف الروح؟ رسول ما فيش. ايش؟ كائن حي بتكون، يعني الروح هي جزء من كائن حي. بس الروح رسول ما فيش غير اساس. ما بعرفش اعرفها. اوكي، اذا مش عارف شو تعريفها بقدرش اقول لك. بالرسول ما بعرفش انه ايش تقول اعطيت هاي كلمه عربيه ولا معنى. لا لا انا قصدي اعطيني معنى، هو مش اعطيني كلمه، المقصود اعطيني معنى عشان احطك اياها بالتسجيل. مفهوم يعني. يلا جربوا لي 2-3. يلا الروح اللي تطلع من الجسم. اذا كانت الروح شيء احنا بنحكي على بنوصف وصف معين فهي قد تكون وصف الحياه. هلا اذا كانت هي موجود اعتباري كشخصيتك فهي بتكون شخص اعتباري. يعني اذا كانت الروح، اذا كنت انت بتقصد الروح انها هي الكائن الحي نفسه،
حسب شو تقصد بس ايش قلت؟ الحياة. الحياة؟ شو تقصد بالحياة؟ طالب الروح عارف. شو تقصد بالحياة؟ بنعيش يعني ولا؟ الروح عارف الروح. الحياة هي نظام ولا هي الشيء الملموس؟ نظام. نظام؟ نظام ماله؟ دل على النظام هو وسط. يلا اعطوني نمو. وين بيجي النمو؟ وسط وسط. لا النمو هو عملي؟ آه. يلا اعطوني كل واحد يختار كلمة هيك. جميل. جميل. وصف. الجميل هو نوع. الجميل هو صفة. وين لحظة اوكي الجميل هو صفة ولا قد تكون في بعض الأحيان الجميل هو خاصية. سوري الجمال هو خاصية. الجمال خاصية والجميل صفة. الغضب. الغضب هو حالي. ها فكل شيء بيجي تحت الغضب. انا بس في لك روح لجلوس. لو هو بس جلوس. لا هذولا هذولا صراحة اول 500 وحدة مش جلوس الي. مكتوب على صفحتين مكتوبات بالمنطق بلغة المنطق very strict. أصلا تقريبا 3.5 سنين لحد هلا بنشتغل بس عشان نبني هذول. طيب طيب على أي حال شو الفرق بين الأنطولوجيا اللغوية لينغويستيك أنطولوجيا ويردنت؟ إذا انه الاولى بالمعنى بالمينينج اعتمدت على السبيكرز. هلا احنا هون وين اعتمدنا؟ اول شيء بالمناسبه لو سالت اول شيء لما باجي بقول بدي اعرف بدي اعمل تصنيف الكائنات الحيه بدي اعمل تصنيف الكائنات الحيه هون تحتها انا بسال مين اول شيء؟ مختصين فيها نمي يعني العلم 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 يعني العلم. اذا ما لقيت الجواب العلم لانه قد ما كان جواب العلم بس المين بعد لغويين نو فلاسفه. بينما الويرد نت تسال مين؟ بس لغويين لغة. مش اللغويين الناس احنا او هو يعني بصراحه اندايركت اللغويين سوري دايركت اللغويين بس اندايركت اللي بيسال وشو اللغوي؟ اللغوي بس بيعرف الناس شو لا بيعرف شو بكل العلم ولا شو بتقول الفلسفه بهذا المجال. هذا اللغوي. اللغوي بيعرف الاشياء الشائعه اللي الناس بتقولها. فالفرق بين بين لينغويستيك اونتولوجي وورد نت يعني اذا بدك تبني لينغويستيك اونتولوجي ولا تبني وورد نت بدك تحسب انه مرجعيتك بتعريف المعاني هي الناس شو بتقول ولا العلم ثم الفلسفه ثم اللغه. بعدين الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن هون الانطولوجي بيزد اون ستريكت فورمال ميثودولوجيز زي الريجيديتي مثلا. ستودنت از ا رول مش ستودنت از ا بيرسون. ها ستودنت تعريفها هي رول هي سب تايب اوف رول هو رول انت بتلعبه في الحياه. ها هاي مش ريجيد وهاي مش ريجيد يعني المقصود انه هي رول بينما تلك انها ستودنت از ا بيرسون او وركينج تيبل از ا تيبل. هذا الكاويه وورد نت لانه مش دقيق. هلا من ناحيه لهم من ناحيه فورمال العلاقات في الوورد نت فيري فيك فيك مش ما ها شو يعني فيك غامضة. بينما بالانطولوجيز strictly formal. Thus linguistic ontologies are much 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 more difficult to build. But إذا بنيتها على دير بالك إذا بنيت وورد نت تلك 100,000 انتقاد على اللي بتسويه وانت بتحط هاي الشغلة هيك بيجي واحد بيقول لك هاي غلط لأنه تعتمد على شو بقول الناس. كلام فاضي. كلام فاضي إذا بتعتمد على شو بقول الناس. هلا بس إذا بتعتمد على العلم هلا إذا بتعتمد على العلم معناته بتطلع الأنطولوجي تبعتك
بين كل كديش وكديش تتغير. طبعا لا تتغير الانطولوجيا وبتتطور، بس تغير والتبدل عليها اقل بكثير من وردت. بالتالي بسميها immune to changes، يعني عندها مناعة على التغيير. ها ها، الفرق بين هذا، الفرق بين ان اونتولوجي اي لينغويستيك اونتولوجي مع اي وردت. ليه؟ هلا اذا بدك قارن الارابيك اونتولوجي اللي احنا بنيناها مع الارابيك وردت او الان وردت الانجليزي، يعني الاختلاف مش بس انه اللغه، اوكي الهم نفس ستراكشر، الاختلاف بالمحتوى يا جماعه. ها فلسفيكلي والارابيك اونتولوجي فلسفيكلي ويل فاوندد. ايش يعني؟ احنا في تعريفاتنا بنركز على الصفات الجوهريه المميزه. ها بعدين all types are rigid، او على الاقل من راعي مشكله الرجيديتي. التوب ليفلز، احنا عندنا التوب ليفلز انبنت صح، الورد نت بنوا من تحت، وبالاخر الطب اللي عندهم طلع مش طب فلسفي عميق. ها هلا احنا ستريكتلي فورمال نستعمل ماثيماتيكال ريليشنز. كمان الجلوس في الورد في العربيك اونتولوجي، شفتوا كيف انكتب بالورد نت؟ مش هيك مكتوب، فيش له قواعد. بالمناسبه في الورد نت، في الورد نت فيش له قواعد. النتيجة انه بتقدر تستعمل Arabic ontology as a word net but it is more، يعني هي فيها بتقدر تستعملها كword net بس هي اكثر من word. الهم نفس structure وبعدين مرابط، احنا رابطينهم مع بعض، يعني كل اشي بنسويه بالArabic ontology مالنا مربوط مع الword net. هلا كيف بنينا، اذا بدكم بس على السريع هيك اسكان، يعني كيف بنينا الأرابيك أونتولوجي؟ هاي أول ستيب، جبنا قواميس ومعاجم وما خليناش، مئات القواميس والمعاجم جبناهم. هاي معلومة غلط، هاي قديمة جدا، هذا برزنتيشن من سنة أبصر قديش. فجبنا كثير قواميس وبنيناهم، أنا مخربش بشغلة على فكرة. اوكي نبدا من هون، هذا السلايد اللي قبل لازم احطه. فجبنا لبينا كونسبتس وسنسيتس وجلوسز من وين؟ من قواميس. طبعاً بصراحه مئات القواميس شارك فيها مئات الطلاب في جامعه ميرزيت كعمل تعاوني. انا منكم شارك؟ احد شارك منكم؟ اصحابي. لك اصحاب شاركوا في الطباعه عن طريق مكتب عمل شؤون الطلبه، طبعنا مئات القواميس المجلدات الضخمه، جبناها كلها ووحدناها في معجم واحد. طبعا العمل لا زال نطبع ولا زال العمل جاري مش حيوقف يعني، بس مقصود انه كل هاي المعاجم عمالها ايش تتجمع في داتا بيس وحده وبنربطها. المشكله في المشكله انتجريشن، المشكله في هذول في التشالنج مش الطباعه المانيوالي، المشكله انك تعمل انتجريشن، هذا تشالنج ضخم جدا. يعني المعنى بتلقى قاموس كذا وكذا وكذا معرف بعدة طرق، فانت بدك تيجي وتجمعهم كلهم وتوحدهم مع بعض، كيش تكرر التعريفات يعني. هلا فصار في عندنا داتابيس بنسميها يعني ليكسيكال داتابيس للغه العربيه، مش بس العربي، عربي عربي وعربي انجليزي وعربي ايطالي وعربي فرنسي، في كثير لغات، وهذا اتس هيوج داتا بيس. طبعا بنبدا بالقواميس اللي اول شيء بتركز على المعنى مش على الصرف، بعدين اللي فيها اللي هي تعدد معاني الكلمه. مرات شو القواميس اللغه العربيه على فكره معظمها ما استفدناش منه، لانه شو تعريف اكل؟ اكل اكل ياكل اكلا، واكل الشيء اي ابتلعه. شو هذا تعريف؟ هذا هبل. طبعا للاسف يعني اللغويين مرات بيشتغلوا شغل ما هو لما عملوه مش قصدين فيه. لو حتى لو شو يعني ابتلع؟ شو
ليش التعريف بال مش عشان الانتولوجي ليش التعريف بالإيماء ليش كل بدك تعرف لي شو أكله أي ليش أكل الشيء عرف لي عرف لي شو معنى أكله كويس لف والدور تعمليش مجازات تعتريش إيماءات هلا في منهم لا كمان عرف معاني وتعدد معاني بس ده بيجهم في بعض كثير استراكتر تاع القواميس مرات مهم ها يعني احنا بدنا معاجي مش بدنا كتاب حول مثلا الجمال خلاص كل كلمات الجمال عرف لي اياها ظبط لي هلا في قواميس مليحه مش كلها مش مليحه بس بدينا بالاشياء اللي بتحقق هذول الثلاثه كرايتيريز فكلهم لداتا بيس هلا بعدها سوينا فانكشن نسميه الماتشنج فانكشن هذا الماتشنج فانكشن بيسوي كذا تخيل انا عندي هيك هذا الفانكشن اشتغل عليه طلاب في الجامعة وبعدين اشتغل عليه طالب ماجستير ولا سنة مشتغل هذا الفانكشن طلع شو بيسوي هذا كمان بيشتغل ماشين ليرنينج طلع شو بيسوي تعطيه كلمة تعطيه جلوس احنا طبعا هذا الجلوس الكنارة في مكان ما يعني بعدين في جلوسس في الورد نت صح؟ كم جلوس في بالورد نت؟ 117,000 117,000 سنس صح؟ ها؟ تعطيني الجلوس مكتوب بعربي واعطيني الورد نت 117,000 بالانجليزي اه بعدين هذول مش ترجم لهذول نو 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 وانا بشغل الفانكشن الاوتبوت تبع الفانكشن شو هو؟ ماتش ولا لا او نسبته بيعطيني انو جلوس بالورد نت اللي معناه يساوي تقريبا مش ترجمه اه مش ترجمه حرفيه لا بجيب النص المقابل طب كيف بده يعمل كيف بده يسوي بتعمل بكسر هلا او قبل ما اقول شو كيف بيسوي بده يركب ليه بدنا هاي المعلومه المعلومه كالتالي مش انا اجيب جيمت من القواميس كونسبت بالطريقه هاي صح مزبوط